بكم جميعا إلى غرفة العم جدو المغطورة المرعبة. تفضلوا واختبروا جرأتكم في مواجهة المنزل المتنقل الأكثر إثارة للخوف والرعشة والقشعريرة والرعب والذعر والهلع، فهذه هي عربة العم جدو. هذا مخيف حقا. هذا صحيح يا بيلي. إذن من منكم لديه الشجاعة لاستكشاف قاعة الرعب أولا؟ سنقبل بهذا التحدي. مراهقون، ابتعد عن طريقي يا صغير. هيا أعطي هذا. قصدنا كل المنازل المقفرة المرعبة في البلدة ولم نخف من أي منها. صحيح، إنها لإخافة الأطفال. أجل، ولكن